تقلبات في الأحوال الجوية في فصل الخريف، وبالأخص في الجزء الأخير من فصل الخريف القريب من فصل الشتاء، بيكون في تقلبات بيكون مصاحب ليها سقوط أمطار غزيرة، وبالإضافة إلى ذلك في بيبقى في نشاط للرياح. تسبب التقلبات اللي بتحدث ديت في الأحوال الجوية بالنسبة لفصل الخريف بتكون ناشئة عن وجود منخفض جوي على سطح الأرض يصاحب معاه منخفض جوي آخر في طبقات الجو العليا على ارتفاع 5 كيلومتر من سطح الأرض، بيبقى فيه هواء بارد قادم من وسط وجنوب القارة الأوروبية، بالإضافة إلى الهواء اللي هو الساخن من على سطح الأرض. وجود كتلتين من الهواء، واحدة ساخنة والأخرى باردة، بيسببوا لنا حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. هي ديت أقمار صناعية خاصة بالأرصاد الجوية، منها نوعين. النوع الأولاني هي الأقمار الصناعية الشبه ثابتة، وده بيبقى اسمه إيموتسات 10، ده معلق على ارتفاع 36,000 كيلومتر من سطح الأرض عند تقاطع خط الطول 0 مع خط العرض 0. هذا القمر الصناعي عنده 2 اوبشن بالنسبة لصور الأقمار الصناعية أو صور السحب. بيديني صورة كل ربع ساعة، كل 15 دقيقة باخد صورة للسحب اللي موجودة بالفعل في عمود الغلاف الجوي. في صور تانية كل 5 دقايق بتغطي أي مكان في العالم، أنا عايز أعرف السحب اللي موجودة فيه. الوضع بالنسبة لدرجات الحرارة خلال ساعات النهار، يمكن خلال الـ 72 ساعة القادمة، بيتراوح ما بين 12 إلى 13 درجة مئوية كمتوسط عام لدرجات الحرارة على محافظات الجمهورية المختلفة، إلا أنه خلال فترات الليل بتنخفض درجات الحرارة على المناطق ديت مع الساعات المتأخرة بالليل، من الليل بالذات بتنخفض درجات الحرارة، بتتراوح ما بين 8 من 7 إلى 8 درجات مئوية. التوقع إن شاء الله أنه يحدث تحسن في اعتبارا من يوم الحد إن شاء الله.